بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الأولى بعد إجازة العيد فيما يتعلق بمادة الثقافة الإسلامية، وهي متطلب طلاب الدبلوم عشان ما نخربطش زي المرة اللي فاتت. ووقفنا عند موقف القرآن الكريم من المعجزات. إيش المعجزات؟ ما هي المعجزات؟ المعجزات هي الأشياء الخارقة التي يجريها الله على يد النبي ليتحدى بها القوم الذي جاءهم بالرسالة. فنجد مثلا سيدنا موسى عليه السلام والعصا، ونجد سيدنا عيسى له معجزات، وسيدنا صالح الناقة وما شابه. الحقيقة أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت على يديه خوارق كثيرة. يعني المعجزة شيء خارق للعادة. إيش معنى شيء خارق للعادة؟ الشيء خارق للعادة يعني خلاف القانون. يعني القانون اللي ربنا أودعه الكون أو الناموس أو السنة أنه السكينة هذه فيها خصائص القطع، تقطع السكين تقطع. فإذا والله إحنا استخدمنا السكين حطناها على رقبة واحد مثلا وبدنا نقطع رقبته لسبب الأسباب، فسوف نجد أن السكين مثلا لا تقطع، السكين لا تقطع. هذا معناه خروج عن القانون، خارق للعادة. واحد زي ما حط سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، وربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنار من خصائصها أن تحرق، لكنها لم تحرق فيها مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. هي معنى الخارق للعادة. الخارق للعادة قد يكون كرامة للأولياء، لكن بالنسبة للأنبياء معجزة يتحدون بها الأقوام الذين بعثوا إليهم. سيدنا رسول الله ما جاش يقنع الناس بمعجزة مادية خارقة للعادة، وإنما أنزل الله عليه القرآن معجزة عقلية ومعجزة تشريعية ومعجزة إيمانية. تحدى الناس بهذا القرآن، تحدى عقولهم. لكن كان أيضا له يعني خوارق أخرى، زي مثلا تسبيح الحصى بين يدي، نبع الحصى، تكليم مخلوقات أخرى لا تتكلم بطبيعتها. فهل مثل هذه الخوارق تتناقض مع حيثية أن الإسلام دين العقل ودين الفطرة؟ يعني هو بناقش هذا الموضوع، وبيحكي بيقول في الأخير في صفحة 137 إذا سمحتوا لي، تحت عنوان موقف القرآن الكريم إزاء المعجزات، بيقول امتاز الإسلام بين الأديان من بين الأديان كما أسلفنا غير مرة بأنه دين الفطرة والعقل. يعني الإسلام لا يمتحن الناس بأشياء صعبة لا تتسع إليها عقولهم، وإنما يخاطب فيهم العقل بالاستدلال والبرهنة وربط المقدمات بالنتائج. دائما يقول قل هاتوا برهانكم، هل علم عندكم من علم فتخرجوه لنا. والفطرة جميع أحكام الإسلام سواء كانت تحريما نهيا أو أمرا أو وصفا أو تقريرا تتفق مع فطرة الإنسان، لا تناقض فطرة الإنسان أبدا. كما امتاز رسوله من بين الرسل بأنه الرسول الفطري الذي أرسل بالحق والهدى بشيرا ونذيرا. فميزان، لاحظ العبارة تاخذ بالك منها، فميزان صحة هذا الشرع الحنيف وقسطاسه المستقيم. يعني لو احنا حبينا نثبت صحة هذا الدين وصحة هذا الشرع، ايش نعمل؟ هو ان جميع ما جاء به من الاحكام والمراسم وضروب المواعظ والارشاد ليس منها ما ينافر العقل الصحيح ولا تأباه النفس السليمة.
قيمة. يعني معناه إيه الكلام اللي قلته أنا بالضبط؟ إنه كل ما جاء به الإسلام من أمر أو نهي أو موعظة أو إرشاد، ما في أنا إحنا بنقول للناس كلها هتقولنا مثلا أي حكم شرعي، هتقولنا أي توجيه قرآني أو أي توجيه إسلامي يختلف مع المنطق العقلي. يعني أنا سأضرب لكم مثالا، يعني بعض الأديان كتبها بتقول إيه؟ بتقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. طيب إيش رأيكم في هذا الحكم؟ هل هذا الحكم يتناسب مع العقل أو يتناسب مع الفطرة؟ الفطرة والعقل يقتضيان أن من اعتدي عليه أن يرد الاعتداء، لكن هم بيقولوا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. طب هل هذا بالإمكان؟ وهم بالنفس يعني أصحاب هذا الدين للأسف الشديد هم كانوا أكثر الناس عدوانا على الآخرين. الاستعمار الأوروبي الحديث، وحتى احنا مأساتنا يعني مأساة فلسطين هي من 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 الناس اللي تتكلموا عن الخد الأيمن والخد الأيسر. فلما يقول لي هو من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، معناها أنا أمام خيارين، إما إني أتساوق وأعمل ما تمليه عليه فطرتي وما يمليه علي العقل، وبالتالي أعارض الدين، ما يمليه علي العقل وما يمليه علي الفطرة إني أنا اللي اعتدى علي أنا أعتدي عليه. طيب إما إني أعمل زي هيك وبالتالي أنا خالفت الدين اللي بيقول لي من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر، وإما إني أنفذ الدين وأقول هاي كمان خد هاي خد الأيسر لك، لكني هنا أناقض إيه؟ أناقض العقل والفطرة وينشأ ما يسمى بالكبت لدى الإنسان. لكن الإسلام عالج المسألة علاج آخر، قال مثلا اسمع ايش الاسلام قال في القران الكريم، قال وجزاء سيئه سيئه مثلها. في الشمانة يا اللي بيعتدي عليك اعتدي عليه، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليه، والا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا حقك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وترك لك مجال للترفع والحلم والصفح، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن عمل لك هو دائرة، الدائرة إيه؟ إنه أنت من حقك، يعني حقك إنك أنت تنتقم لنفسك أو تأخذ حقك مثلا، وهناك مستوى آخر مستوى الترفع والإحسان. بعدما أقر حقك في أن تعتدي على من اعتدى عليك، قال لك والله في هناك مرتبة أخرى، مرتبة الإحسان أو مرتبة العفو أو مرتبة الصفح، لك أن تفعل ذلك. فهنا عبارة مهمة جدا هذه، ميزان صحة الإسلام والشرع الإسلامي أن تعاليمه لا تتناقض مع العقل ولا مع الفطرة، ليس منها ما ينافر العقل الصحيح ولا تأباه النفوس السليمة. إذن هذا دين حق من الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء دين فأمر الناس بشيء يخالف عقوله ويخالف فطرتهم، بيصير في تناقض، في حاجة مش من الله، في شيء مش من الله، يا اما الانسان نفسه مش من الله يا الشريعه بتاع الثانيه هذه مش من الله، والانسان حتما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. اذا هذه الشريعه اللي بتخالف طبيعه الانسان وفطرته وعقله يبقى لا يمكن تكون من الله سبحانه وتعالى، لان الله خلق الانسان ويعلم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وكذلك جاء القرآن الكريم بهذا الدين، دين العلم والحكمة ودين البيان، صفحة 138 يا ابني، يا ابن الدبلوم، هذا الكتاب مقرر معك، الثقافة الإسلامية، كتاب الإسلام دين الفطرة والحرية لعبد العزيز جاويش.
فجاء القرآن الكريم بهذا الدين، ودين العلم والحكمة، دين البيان والبرهان، لكن الأقوام الذين أنزل فيهم كانوا أهل جهالة وعناد، رغم أنه جاء يوافق عقولهم ويوافق فطرتهم، وأنه اللي جاء به بالقرآن الكريم هذا رجل أمي، لكنهم يعرفونه بالصادق الأمين. رغم كل هذا قالوا لا، إحنا مش حنؤمن بك، نزل لنا معجزة من السماء، اعمل لك بيت من زخرف، فجر الأنهار، زي ما قال بني إسرائيل لسيدنا موسى أرنا الله جهرة. وكذلك جاء القرآن الكريم بهذا الدين، دين العلم والحكمة ودين البيان والبرهان، لكن الأقوام الذي أنزل فيهم اللي هم العرب في أول مرة كانوا أهل جهالة وعناد وعباد أهواء وشهوات، جهلوا سر الإسلام وروحه، فاستمسكوا بما استمسك به آباؤهم الأولون، قالوا احنا مش هنمشي معك على الدين، أجعل الآلهة إلها واحد، حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا. فلما كان يدعيهم القرآن يقول والله احنا ما بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فاستمسكوا بما استمسك به آباؤهم الأولون من طلاب المعجزات والخوارق، ولم يكن طالب تلك المعجزات من الرسول أو طلب تلك المعجزات من الرسول ناجما عن ترو وصدق، بس هي نوع من التمحل أو نوع من التحدي يعني، ولكنهم كانوا يقترحونها إما عبثا أو عنادا أو التزاما لما أرضعتهم الجاهلية الأولى من الضلالات والأباطيل وفقدان العلم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، طب هو بعث ربنا بعثك ليش ما يكلمنا مباشرة، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية معجزة مادية. طب هو أكبر معجزة أمامكم، معجزة عقلية، إنه هذا الدين لا يخالف عقولكم، وهذا الدين جاء به رجل أمي بشر. لولا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بنقشهم بالمنطق والحديث البين الواضح. وظل النبي عليه الصلاة والسلام كلما طلبوا منه المعجزات يدعوهم إلى العمل بمقتضيات الفطرة، أنتوا وحتى المعجزة لو تحققت لهم لا حيطلبوا معجزة أخرى، إنما أكبر شيء خاطبهم به الإسلام إنه هذا الدين، أو خاطبهم به القرآن أن هذا الدين الذي جاء به النبي جاء يخاطب عقولكم ويقنع هذه العقول، وجاء يخاطب فطركم، الفطرة الإنسانية، إلى أن يقول ظل النبي كلما طلبوا منهم المعجزات يدعوهم إلى العمل. هذا موقف الإسلام، موقف القرآن من المعجزات، إلى أن يعني قال وما هي سوى الهداية، هي المعجزة الكبرى، إلى السبيل القويم وإرشاد الناس جميعا. قل لا أقول لكم، ربنا وجه النبي يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. بعدين يقول ورأي القرآن أنه لو كانت المعجزات الخارقة للعادة كافية مقنعة لما كذب بها الأولين جاب لهم الناقة وأحيا لهم الميت سيدنا عيسى، وموسى عمل معهم المعجزات المادية الأخرى اللي يتكلم عنها القرآن، ورغم هذا كفروا بذلك. إنما الإسلام لما جاء كان البشرية قد ارتقت، فخاطب العقول يقولهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يسألهم أفمن يخلق كمن لا يخلق. نعم، فرأى رأي القرآن أنه لو كانت المعجزات الخارقة للعادة
كافية مقنعة. لما إيش معنى الخارق للعادة؟ أنا شرحت بس بسألكم مرة ثانية. الخارق للعادة الخارج عن القانون الطبيعي، نار ما بتحرقش، سكين ما بتقطعش. قرأتها أبصارهم أو فرأتها أبصارهم رأي العين، ولكن عدم وجود صلة عقلية بين تلك الآيات وبين ما أريدت له من إثبات رسالات الرسل كان من نتائجه القريبة أنه لا تكاد تنزل الآيات لطلابها حتى يسارع إلى نفوسهم الشك. هي بيقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. بس هات لنا آية، هات لنا معجزة يا محمد مادية غير المعجزة العقلية. بيقول له قل، يعني قل يا محمد لهم، أجبهم، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا أنت ممكن تديكم المعجزة برضو ما تؤمنوش. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وبيستمر في الاستدلال بهذه الآيات. وأنا بس بدي تفهموا كالآتي، إنه الإسلام أو في القرآن الكريم لا يتناقض أو لا تتناقض دعوته إلى العقل والفطرة مع أن يكون هناك خوارق تحدث من باب التطمين، من باب علو شأن من يعني علو شأن سيدنا رسول الله، لكن ما جاتش معجزة مرتبطة بالإيمان. يعني هذه المعجزة عشان تؤمنوا، لا، كانت المعجزة معجزة عقلية. فأنا رأيي أو أنكم تقرأوا هذا الموضوع، شوف في الأخير في صفحة 141 يقول وما كان مبعث الإضراب عن إجابة مطالبهم. ما كانش يجاوبهم القرآن لأنه عبثيين، لما يقولوا احنا بدنا مش عارف بيت زخرف، بدنا أنهار، بدنا كنز، بدنا كذا. وما كان الإضراب يعني ترك، يعني الإعراض، يعني عن إجابة مطالبهم وإلحافهم. إلحافهم يعني معنى زي الإلحاح في سبيل المعجزات. عجز الله تعالى قدرته، لا يا ربنا قادر، الأمر عنده كن فيكون، عن تبديل شيء من ظواهره الكونية العادية. ولكن علم الله منهم ما علم من آبائهم الأولون، إنهم هم بس لجاجة في الطلب، يعني نوع من اللغو ونوع من التحدي ونوع من الهروب عن الإيمان بالله بحجة إنهم بدهم معجزات مادية. طب مقام الدليل العقلي، ليش بدك معجزة مادية والدليل العقلي على أنه لا خالق إلا الله؟ وجنوح عن التصديق وجهل بمكان الدين الفطرة وضلالا عن ركنه المتين. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يريد أن يرفعكم إلى المستوى المطلوب. الله يرضى عليكم، كملوا لي هذا الفصل، هو من عند 137 إلى 143، من 137 تقريبا، نعم، المعجزات إلى 143. بيتكلم عن المعجزات وكيف الكفار بيطلبوها وكيف أن الإسلام لم يجبهم لذلك لأنه قدم لهم معجزة عقلية وفطرية. والموضوع الجاي اللي هو مكتوب عندك صفحة 143، لا إكراه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. اقرأ يا ابن، وتابع وراجع الكتاب معك بين إيديك، اسمه الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية هاي صورته، الثقافة الإسلامية، الكتاب معكم وموجود معكم. يلا بالسلامة يا ابن.